كابتن شريف، يمكن الشوط الثاني تحسن الوضع نسبيا بالنسبه لاداء الفريقين. يعني بنفس نفس المفهوم ان انك تمسك الكوره في الملعب وتحاول انك انت تقدم شيء مختلف عن الشوط الاولاني، ده كان لازم يكون ليه دور للاجهزه الفنيه في غرفه الملابس. انما هدف جميل جدا من وليد سليمان بتحرك جميل جدا برؤيه كويسه من ربيعه، هو ده المكسب النهارده في بالنسبه لنا احنا. المكسب ان في لعيب في سن وليد سليمان بيتحرك بهذا الشكل بهذا المفهوم، بيثبت انه قادر في اي وقت انه يكون ليه بصمه في اي مباراه، حتى لو بيشترك 10 دقائق، بيشترك 20 دقيقه، بيشترك من المباراه من اولها. هو ده مكسبنا الوحيد النهارده في المباراه. طب ايه رايك في حمزه علاء كمان؟ حمزه علاء اهو يعني على حسب المواقف اللي بتجي لك او بتتعرض عليها بيحاول يتصرف فيها. بس اداء كويس بره المسؤوليه النهارده، بره اي مسؤوليه، حتى الكوره اللي اتشاطت وتردت منه وكان هيجي فيها جول، ده راجل معرض ان هو ان المسافه اللي اتشاط عليها اقل من 18 يارده. صحيح. فانك تشاط على كده كويس جدا الشكل اللي هو حافظ عليه النهارده لغايه اخره، وخاصه ان احنا حتى الهدف اللي دخل فيه كان ضربه جزاء. لا يسال عنه. لا يسال عنه، وان كان هذه البطوله قفلت خلاص. صحيح. والمراد منها نلنا المستر موسيماني حققه لنفسه او حقق للعيبه دي فرصه كبيره قوي للتعارف بين الجماهير وبين شكل في اللعب فوق بيبقى عامل ازاي. كل التوفيق بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه دي كلها وبالنسبه للاجهزه الفنيه والنادي كله والمؤسسه كلها وبطوله الانديه العالم اللي جايه ان شاء الله باذن الله، مش كاس العالم، بعوده باذن الله بقيه لعيبتنا بعد ما يخلصوا مهامهم في كل حته، اللي في افريقيا واللي هنا، وان شاء الله مصر تكسب. بالظبط. مش عايز حد يجي لي، انا مش عايز حد يجي لي، انا عايز مصر تكسب باذن الله، عشان ما حدش يتكلم بس في اي حاجه ثانيه باذن الله يكون لينا التفوق باذن الله باذن الله في البطوله الافريقيه ان شاء الله، وللنادي الاهلي باذن الله في دبي في ابو ظبي ان شاء الله باذن الله.